السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس البجا اكاديمي. اليوم غادي نشوفوا لا باليز بي دي اي اللي هي باي دايركشنال ايزوليشن او لا ايزوليت ايزوليشنيت. الا خدينا هاد لا باليز هادي شنو ممكن نديرو بها؟ بعض المرات مثلا كتبغيو تكتبوا تكست، نديرو هنا واحد المثال، غادي نكتبوا رومون وغادي نديرو مثلا سميت الغومون، ولا ندير غير هكذا غومون ونديرو السمية ديالها. مثلا ناخدو مثال ديال شي غومون تكون السمية ديالها باللغة العربية، مثلا لعبة النسيان، ونفترضو أننا بغينا نديرو جوج نقط ونحدو شحال العدد ديال الصفحات ديالها. بمعنى مورا هاد الكتابة هادي خصني نكتب مثلا عدد الصفحات ونكتب باج، ولكن المشكل ان ارقام 296 مشاو عند غومو وباج مشات بقات في الاخر ولكن جات حداها لعبة النسيان، اذا تقلبوا البلايص ديالهم. كيفاش ممكن نفك هذا المشكل هذا؟ غادي نعاود نرجع. فاش كنديروا هكذا عوض ما تكملوا خاصكم هنايا تحبسوا وديروا بي دي اي، وتعاودوا هنايا ديروا بي دي اي. هنا بي دي اي عاد من بعد تكملوا الخدمه ديالكم. دو بوان مثلا 256، هذا ماشي العدد الصحيح ولكن غير درناه كاكزومبل، اون اونغوجيستري وهكذا عطاني الكتبه غادي بقات في البلاصه ديالها مقاده. فاش ناكتياليزي غادي نلقاها، غادي نلقاوها في البلاصه ديالها. هنا نورمالمون الخطا اللي عطاني علاش ما طلعتش مقاده هنا، حيتاش هنايا نسيت واحد سلاش اونغوجيستري. نشوفو هنا غادي تبان لكم مقادة في البلاصة ديالها. إذا إلا كان عندكم لاش كتصلح ليا هاد البي دي إي وعلاش سميتها باي دايركشنال ايزوليشن، حيتاش كتايزولي ليك واحد التكست من ما تبقى من التكست. أشنو كنعنيو بهاد الشي؟ إلا خدينا مثال ديال غومو فهو تكست اللي كيتكتب من اليسر لليمن، الا خدينا لعبة النسيان كتكتب من اليمين لليسر حيتاش العربية. الا خدينا الارقام هنا البروغرام ما بقى عارف شنو يدير، واش يكمل على اللغة العربية ويكمل من اليمين لليسر، ولا يكمل مع اللغة الفرنسية ويكمل من ليسر لليمين. هي فين تقلبوا لنا الاعداد ومشاو لينا حدا غومو وتقلب لينا الترتيب ديال كل شيء. فاش دخلنا لاباليز بي دي اي فرضات على هاد لعبة النسيان انها بوحدها تاخد داك الاتجاه ديالها اللي خاص بها اللي هو اللغه العربيه من اليمين لليسر، ولكن ما تبقى من التكست تحكم في راسو. بمعنى هادشي كامل تعتبر انه من اليسر لليمين كاللغه الفرنسيه. اذا هذا هو الغرض من بي دي اي. الا ما فهمتوهاش مزيان ضروري ما تشوفوا الفيديو ديال بي دي او، حتى هو فيه شويه الشرح ديال الديريكسيون ديال سميتو ديال التكست. حاجه اخرى ما تنساوش ان هاد لاباليز هادي ما غاديش تخدم لكم الا خدامين في مايكروسوفت ايدج، غادي تخدم لكم غير في ما تبقى من لي نافيغاتور اللي تكلمنا عليهم في فيديوهات اللي فاتوا. لي نافيغاتور معروفين بزاف بحال اوبرا، كروم، سفاري وفايرفوكس. شكرا على التتبع ديالكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.